طب انا عايزه اعرف، اتعرفت ازاي على اورتيجا وشحته وكده؟ يعني اتلميتوا ازاي؟ هي عن انت طريق اصلا منين؟ البلد ولا المنطقة؟ هو انت من مش من القاهره؟ لا أنا من القاهرة، مولود في القاهرة، اما يعني امال ايه البلد؟ بلد أبويا يعني، اه لا فاهمة؟ انا قصدي اتولدت فين بقى؟ اتولدت هنا في القاهرة، في فين بقى؟ أنا مش عارف، هم قالوا لي مثلا في العباسية، وفي ناس قالت لي اه لا أنت مش امبابة اتولدت ولا فين؟ كتكات ولا دار لا السلام لا ولا لا مش حتة شعبية يعني. لا، حتة شعبية. ها أنا أصلا والدي ووالدتي كانوا متجوزين في عزبة النخل، ماشي فأنا عشت في عزبة النخل وأنا صغير، ماشي، وبعد كده اتنقلنا لما والدتي توفت، رحنا منطقة اسمها الويلي عارفاها طبعا. مع ستي، وبعد كده رحنا الأمارية. في الأمارية بقى أنا ابتديت إيه، أكبر بقى في الأمارية، عشت في الأمارية كتير. بس دي مش منطقة شعبية أوي يعني. لا هي منطقة جميلة بصراحة، اه فيها الأمارية ده حلوة وفيها طبعا. ده، بس هي المنطقة كلها، فاهمة؟ موضوع الغنى جه ازاي؟ جه كده اللي هو الأول كنت بحب أسمع مزيكا غربي كتير قوي، أو أي نوع مزيكا، فاهمة؟ بس الغربي ده اللي هو اللي يعني لقيت نفسي فيه، فاهمة؟ وبعد كده أختي كانت بتسمع ألبوم لإم تي إم، كان اسمه أم مسافرة، من هنا بقى ابتديت قلت هو ستايل الغنى ده اللي أنا حاسه، يعني هو حبيت جو الغنى ده. لا انت كنت عارف ان صوتك لان ولا كده، ولا هي طقت في دماغك كده هغني؟ لا مش طقت، هو انا الاول كنت بغني اللي هو فاهم، انت مثلا بتسمع تراك فبتدندني معاه والكلام ده، بس انا جايب يعني بقول مع الاغنيه صح. يعني انت قررت تغني من حبك للمزيكا. اه اوكي، وقابلت بقى اورتيجا وشحته وكده ازاي؟ انا قابلت اورتيجا كنا في الاماريه، هو كان ساكن في الاماريه برضو، تعرفت جارك يعني. اه يعني ساكن مثلا بعديه باربع شوارع، تعرفت عليه عن طريق اخوه، كان اخوه بيرقص معاه في فرقه اسمها 8%، كنا بنرقص في الشارع وكده في الافراح، كان في وقت كده في موضه، الزفة يعني، في الزفة. لا كان في كده وقت كان شيحته بقى بيغني في الافراح على اللوبات كده، مزيكا فاضيه وبيغني عليها، كان في فرق كده من كل منطقه، في فرقه مثلا 80 نفر، 80 شاب كده، ده زي اللي بيرقصوا مع سعد والليسي وكده. لا رقص تاني اسمه حروف، حروف ازاي بقى ده؟ رقص برضو شباب كده شغال المزيكا، وتنقعد ممكن بقى. تبقى توريوني يعني؟ لا ما انا حتى انا نسيته، نسيته طبعا، ومش هينفع ارقص لوحدي يبقى شكلي هعمله غريب. معاك، انا لا ارقصه لا معاك. يبقى هو بص عايز اشوفه يعني شكله ايه. شكله بيبقى مش بيملوش دعوة علاقة بالوسط خالص، هو رجل وايد، يعني حركات رجل وايد مش اللي هو هسيبك النهارده غير ما مش تقولي عارف بتعد تعلمها لي حروف، يعني حروف 1 2 3 كده على زي المزيكا. الدبكة يعني. اه بس بالمصري، بس ملوش علاقة بالدبكة، هو نوع كده رقص الشباب طلعوه. كنتوا بترقصوه في الأفراح انت وأورتيجا؟ لا انا واخو اورتيجا كان معانا في انت الفرقة، واخو أورتيجا، وبعدين تعرفت على أورتيجا عن طريق اخوه. عن طريق اخوه، انت بتغني اه انا بغني، انت بتغني يا اورتيجا انا بغني كلاسيك، وانت بتغني يا اوك انا بغني راب، طب ما تيجي انا بس هو اكبر منك والله. اه اكبر مني بسنه، طب تعالى نعمل فرقه انا وانت، انا عامل فرقه اسمها 8%، تعالى نغني. من هنا بقى بدات وقعدتوا كم سنة تغني؟ قعدنا الاول يعني قولي مثلا كده قعدنا 3 سنين معاناه، ومن بعد كده بقى خدنا سنتين كده نجاح بس كان في الشارع، وبعد كده 10 سنين بقى 14 سنة مع بعض، 15 سنة. بس هو اللي ظهر قدام الناس ان هم 10 سنين بس، في قبليهم ايه، بس كانوا 10 سنين تقال، ما كانش في حد ما هو ما كانش في حد غيركم اه ال10 سنين دولت كانوا يعني. انتوا اللي ابتدعتوا، زي مثلا ما دايما اقول هالة سرحان هي اللي عملت التوك شو، انتوا اللي عملتوا المهرجانات، عشان محدش يجي يقول ده حاجة جديدة طالعة وبتاع. لا 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 انتوا من 10 سنين اوكا واورتيجا، اوكا واورتيجا بس، ومفيش منافس. كان اللي بيجي ينافسنا ما لا ما بيقدرش، كنتش اسمع مين كان لا بقى. يعني اللي كان في ناس بتغني لا بس يعني دلوقتي في شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، مفيش احمد شيبة يعني شوية. انتوا ما كانش في حد غيركم اه ده حقيقي. صح، فاخدتوا الكريمة زي ما بيقولوا.